السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يبدأ من هنا تاريخ الأرض. تحوي موجات رماله الهادرة حقبة ما قبل البشر وما قبل التاريخ، من وعورة أعماق المحيطات إلى وعورة تضاريس الصحراء، إلى نحو 40 مليون عام تبدأ نشأته وحكايته. ترك التاريخ البعيد فيه بصمته، وما زال للتاريخ الحديث ما يسجله. في كل تفاصيله حياة ممتلئة بالقصص التي تقرب للأسطورة منها للحقيقة، مليء بالحفريات التي لا تقدر بثمن لآلاف الحيوانات والنباتات المتحجرة، محطة للطيور المهاجرة والحيوانات المهددة والنباتات البرية. إنه وادي الحيتان. وادي الحيتان موقعه الجغرافي وأهميته من ضمن 30 محمية طبيعية موجودة في مصر. وادي حيتان جزء من محمية وادي الريان، وجزء طبعا من واحة الفيوم اللي هي بتعتبر واحدة من أهم الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية. وادي الحيتان بيقع في الجنوب الغربي لمدينة القاهرة، بيقبض حوالي 220 كيلو لو بشكل ستريت، بتتجه جنوبا جنوب غربي إلى الفيوم، من الفيوم بتتجه غربا إلى وادي الريان، في وادي الريان بتتجه في الركن الشمالي الغربي لمحمية وادي الريان، هتوصل موقع وادي الحيتان عبر مدق طوله 35 كيلو. وادي الحيتان قصته بتبدأ من قديم قوي، بتبدأ من سنة 1902 لما جه عالم انجليزي كان بيعمل بحث التخرج بتاعه اسمه بيدنل، وزار منطقة الفيوم ولقى بعض الحفريات، معرفش هي ايه، بعض العظام معرفش هي ايه، خد منها بعض النماذج ورجع بها على انجلترا، وخطأ اول واحد شاف العظام عرفها خطأ وسماها باسيلوسيرس ايزيس، سماها على اسم ديناصور. دايما اي مقطع بينتهي بسورس ده اسم ديناصور. بحلول عام 1989 للميلاد، أعلن قائد فريق البعثة الأمريكية المصرية فيليب جانجريتش عن أن ما تم اكتشافه هو عظام لحيتان وليس عظام ديناصورات العصر القديم. أول بحث علمي عمله دكتور فيليب جانجريتش عن الحيتان الموجودة في باكستان، أول الحوت لقوه له أقدام، فاختلفوا هو حوت ولا كائن كان بيعيش على اليابسة. وكان السؤال اللي طرح نفسه، الحيتان الموجودة في باكستان بتمشي على رجليها، فكانت بتمشي على اليابسة، كانت ما بتنزلش المية وتعيش فيها بشكل كبير. طب الحيتان الموجودة النهاردة فين اللينك اللي بينهم؟ فين همزة الوصل ما بين الحيتان اللي موجودة في باكستان وبين الحيتان النهاردة؟ فوادي الحيتان جاب همزة الوصل. همزة الوصل، تلك التي جاءت عبر اكتشاف أول عينات لهيكل حوت بأرجلها وأقدامها الصغيرة، حيث أرشد الاكتشاف العلماء
إلى فك لغز تطور دورة هياكل الحيتان، من حيتان تمشي على أقدام إلى شكل الحيتان المعروف لدينا الآن. حتى اللحظة اكتشف العلماء 13 موقعا حفريا كشفت النقاب عن التغيرات التي حدثت للحياة البحرية للحيتان، أبرزها اكتشاف فصيلتي حوت الدوريودون إتراكوس والباسيلوسورس إيزس الذي قد يصل طوله إلى 18 مترا. لحد دلوقتي البعثات والجيولوجيين حصلوا تقريبا حوالي 1400 موقع جيولوجي او موقع حفريه. المواقع دي بتختلف اذا كانت حيتان، اذا كانت اسماك قرش، اذا كانت تمساح، اذا كانت سلاحف، اذا كانت اسماك عاديه. انما اللي مفتوح للزياره حوالي 13 موقع بس، بقيه المواقع كلها هي مدفونه، ما بتتفتحش بس غير للابحاث العلميه اللي كانت موجوده عندنا. الحيوانات البحرية اللي موجودة في وادي حيتان على رأسهم طبعاً بقايا سنون القروش، بقايا عظم للتماسيح، بقايا للسلاحف المائية، بقايا لأسماك زي السمك المنشار، بقايا لأشهر الأنواع اللي موجودة للحيتان اللي هو الباسيلوسورس والدوردون ويلز. دول أشهر نوعين اكتشفوا في وادي حيتان. ايه اللي خلى وادي حيتان يظهر بالشكل دوت رغم ان هو المفروض ان هو من 40 مليون سنه كان بيغطي البحر اللي هو تيسي دوت، كان بيغطي وادي الحيتان. هو ما كانش بيغطي وادي الحيتان بس، هو كان بيغطي مصر كلها تقريبا بما فيها الفيوم. وبما ان الفيوم منخفض البحر دوت بدا ينحصر ويتراجع. طبيعي لما حضرتك يعني عندك ارض غير مستويه، لو انت حطيت فيها ميه اكيد المياه هتستقر في الاماكن اللي فيها عمق شويه. هو ده اللي حصل في وادي الحيتان. ساعدت على كده وجود الجبال اللي موجوده حواليه ان هي تحصر او تحاصر الحيتان اللي كانت موجوده في الفتره ديت. كانت تلك تضاريس قاع بحر التيثي الذي كان يفصل بين القارات إبان العصور السحيقة من عمر الأرض، حيث كان عبارة عن محيط ضخم يغطي مساحات شاسعة من شمال أفريقيا قبل انحساره في البحر المتوسط، تاركا خلفه حفريات تكشف عن طبيعة العالم القديم. الأرض لم تكن ولن تكون في أي لحظة من لحظاتها ثابتة أو ساكنة أو مستكينة. هذه القارة الكبيرة اللي هي اسمها القارة الإفريقية كانت بتتحرك في اتجاه شمال شمال شرق إلى حد ما، وبالتالي الحركة بتاعتها بتخليها بتتجه ناحية أنها تصطدم بأوروبا. الأمر ده أدى إلى أن البحر بتاع تيثيس أو المحيط بتاع تيثيس بتاع زمان ده يبدأ يقل في المساحة بتاعته. من حوالي 45 مليون سنة كان الحدود بتاعت الشاطئ بتاعت البحر عندنا في مصر
كانت عند المنطقة بتاعت الفيوم، عاشت فيه الحيتان العملاقة الكبيرة ومعها أسماك القرش وكائنات حية أخرى من الأنواع الكبيرة والصغيرة معا. أول ما بدأنا في المنطقة عشان نقول البيئة القديمة شكلها إيه، كنا عايزين نعرف إحنا مثلاً في الأبحاث كلها اللي إحنا كتبنا فيها، كتبنا إن المكان كان عبارة عن مكان ضحل، كان التيارات المائية اللي فيه هادية جداً. طب عرفت الكلام ده إزاي؟ طب صحراء عرفته إزاي؟ في بعض الدلائل اللي إحنا بنتكلم عليها. أولاً الأصداف، لقينا كمية كبيرة جداً من الأصداف، وزي ما بنقول دايماً في القاعدة العلمية الحاضر هو مفتاح الماضي. النهاردة الأصداف دي بتعيش فين؟ عمرك شفت صدفة موجودة في عمق المية؟ دايما موجودة على الشط، ودايما موجودة في المكان اللي ما فيش فيه طيارات مية. لو في مكان فيه طيارات مية الصدفة ما تقدرش تثبت نفسها، الصدفة تثبت نفسها في المكان الهادي. فكمية الأصداف اللي لقيناها أطنان من الأصداف. الصورة الكاملة للحياة البحرية في منطقة وادي الحيتان من قواقع وأشجار منجروف كانت موجودة في وقت من الأوقات، وكانت من الأسباب الرئيسية اللي وفرت غذاء لمعظم الحيوانات البحرية اللي موجودة في ذلك الوقت. الحيتان اندثرت واتدفنت تحت طبقات الأرض، كان من ضمن العوامل الأساسية اللي خلى العظم بتاع الحيوانات البحرية وطبعا من ضمنهم الحيتان اللي اتدفنت فيه لملايين السنين هو الرمل. فتقريبا كل المناطق الصحراوية في الصحراء الغربية هي مليانة ببقايا متحجرة للحياة البحرية. وادي الحيتان بيتميز دونا عن أي مناطق تانية في الصحراء الغربية لأنه ما تأثرش بكم الرمال اللي موجودة في بحر رمال اللي بتغطي معظم الصحراء الغربية زيه زي بقية المناطق. وبمرور الوقت عبرت من هنا عصور تحوي تقسيمات زمنية كبيرة تقاس بملايين السنين، كان أبرزها عصر الأيوسين. امتاز عصر الأيوسين بظهور أول الثدييات الحديثة وبميلاد كائنات حية مغايرة عن أزمنة سابقة ولاحقة. العصر ده بتاع الأيوسين الأوسط ليه كائنات حية مميزة جدا جدا، ليه ما بتتواجدش غير في العمر ده بالتحديد، اللي هي بنسموها النيمولايت. وفي نوع مخصوص من النيمولايت من كتر ما هو مميز للمنطقة بتاعتنا بنسميه النيمولايت جيزاهنسز. فهذه الكائنات الحية أو الحفريات دليل لا يقبل الشك ولا الجدل بأن هذه الصخور عمرها ميدل أيوسين، يعني حاجة بين 40-45 مليون سنة. وبالتالي يبقى الحدث الكبير اللي حصل اللي هو أدى إلى الموت المفجع للكائنات الحية دي ده حصل في خلال الفترة دي اللي هي بتاعت الميدل أيوسين. ما كانش الحدث ده بتاع اللي هو الانقراض بتاع هذه الحيتان ما كانش الوحيد في التاريخ،
ولن يكون الوحيد في التاريخ. كان قبل منه في الانقراض الأكبر منه بتاع الديناصورات، وما زلنا حتى الآن ممكن جدا يحدث في التاريخ القادم يحدث في انقراض آخر. في بعض النظريات كانت بتدلل ليه الحيتان ماتت هنا وبالاعداد الكبيره دي. اول نظريه في ناس قالوا ارجعوا يعني الحيتان النهارده بشكل جماعي بتنتحر على السواحل، والنظريه دي تم دحضها لانها غير صحيحه. احنا تم تسجيل 1032 موقع حفري كلهم موجودين في مكان في مساحه حوالي 200 كيلومتر مربع، كانت موجودة على مسافات مختلفة، ومفيش حيتان موجودة بشكل لصيق ومتلاصق مع بعضها واخدة اتجاه واحد، كلها واخدة اتجاهات عشوائية. اللي احنا لقينا معظم الهياكل بتاعة الحيتان الصغيرة اللي هي الرضيعة كلها فيها اثار اصابة من حيتان اكبر، يا اما الجمجمة بتاعتها مكسورة، دليل ان في حوت افترس الكلام ده، في بعض الاجزاء من الزعانف مكسورة، الجزء بتاع الساعد مكسور، فده كلها دليل ان كان في بيئة حياة مش انتحار. في ناس تانية قالت ان المية جافت فجأة، لما جافت فجأة الحيوانات كلها دي كل الكائنات الحية دي ماتت مرة واحدة واتدفنت. برضو الكلام ده غير صحيح، لان الكلام ده لو الموضوع ده حصل وحصل ان المية جافت بشكل مفاجئ هنلاقي معظم الحيوانات كلها في مكان واحد وفي اكتر من حيوان في المكان. الكلام ده مش مظبوط، لان احنا لقينا الحاجات على ارتفاعات مختلفة. في بعض الحقائق مش هقدر اهرب منها. نمرة واحد، ان كتير من الحيتان اللي تم رصدها في وادي الحيتان وجدوا الاكل بتاع الكائنات الاكل اللي في بطنها ما زال موجود. دي نمرة واحد. فده معناه ان هو ما فيش بقى عملية ريسايكلينج، يعني مش الكائن الحي مات وبعدين ابتدى يتدحرج او يتكسر ويتنقل لمكان اخر، لا ده هو في المكان بتاعه اللي هو مات فيه. دي نمرة واحد. النقطة نمرة اتنين، انه بعض الكائنات الحيه دي بنلاقيها دايما مش ميته في الوضع الستريت اللي هي المستقيم، بتلاقيها دايما منحنيه كما لو كان هو بيحاول ان هو يفلفص، عايز يهرب، عايز يجد لنفسه مخرج، وبالتالي ما كانش مستسلم لقضائه. المعلومه نمره الثلاثه، ان انا فوق هذه الحيتان بجد نوع من الرواسب حوالي 2 متر بنسميه سيلت ستون، اللي هي زي حاجه زي اتخن شويه من الطمي يعني. واذا بنلاقي فيه مظهر غريب جدا ومظهر رائع جدا لحاجه من الحيوانات بنسميها البرز، اللي هي الحفارات، بتبقى هي عايشه في الميه تبدا تحفر في الطينه دي عشان تنزل تاكل من الحيتان المدفونه. فده معناها ان هو الحيتان ماتت واتدفنت برواسب سمكها يصل الى حوالي 2 متر، واللحمه بتاعتها كانت ما زالت صالحه للاكل، والا الديدان اللي كانت بتنزل بتحفر دي نازله تاكل ايه؟ التفسير المنطقي او الاقرب للواقع اللي يعمل حاجه زي كده هو التغير المناخي. ان انت عندك فيه كائنات حيه وصلت الى درجه من الازدهار في الحياه ودرجه من الرقي في الحياه عاليه جدا. هذه الكائنات الحيه يعتقد انها تطورت من كائنات قاريه وتاقلمت مع الحياه البحريه وابتدت تتحول الارجل بتاعتها الى زعانف. والباسيليسورس اللي موجود عندنا في وادي الحيتان هو شاهد على هذا التغيير، شاهد على هذا الانتقال من القارة إلى البحر. الحياة البرية والنباتية اللي موجودة في محمية وادي الريان وادي الحيتان ليها تنوع من ناحية الأنواع اللي موجودة على رأس الحيوانات البرية اللي انقرضت هو الغزال المصري، وده كان موجود من حوالي 20-25 سنة، إلى جانب طبعاً أنواع الثعالب اللي موجودة البرية، إذا كان الثعلب الأحمر أو الثعلب الصحراء
أو الفينيك فوكس أو ثعلب الفينيك، دول الأنواع اللي موجودة، إلى جانب الذئاب البرية برضو موجودة، إلى جانب الطيور المهاجرة اللي بتيجي والطيور المقيمة في منطقة وادي الريان. المنظمة الدولية اليونسكو اعتمدت محمية وادي الحيتان في الفيوم اللي هي جنوب غرب الفيوم، اعتمدتها كمحمية تراث عالمي عام 2005 بعد ما قاموا زيارة بسبب اكتشاف حفريات لحوت عملاق كان وزنه حوالي 7 طن وطوله 18 متر. عام 2007 تم الافتتاح الرسمي للمحمية ديت في جمهورية مصر، وتم احتفال كبير جدا. الدول المنحة لمصر اللي هي ساعدتنا في ان احنا نعد المحمية ديت، وده متحف مفتوح مش متغطي. منطقة وادي حيتان بتغطي تقريبا حوالي 8 كيلو. دي ال 8 كيلو دول هم بداية معظم الاكتشافات اللي تمت في السنين اللي فاتوا في وادي حيتان. في مناطق جديدة الفريق المصري مع الدكتور فيليب ابتدوا شرق منطقة وادي الحيتان بمنطقة جارة جهنم، اكتشافات جديدة لحيتان وبقايا حيوانات بحرية، ودي ما اتفتحتش للجمهور لأن هي لسه تحت التنقيب، ودي إذا كانت بتدي حاجة جديدة أو إضافة جديدة لوادي الحيتان. الاكتشافات شغاله، يعني في اكتشافات لحد جنب في اكتشافات موجوده، بس احنا حصلت بالفعل مع البعثه الامريكيه اللي جت، وفي جزء حصل مع جامعه المنصوره. هو وادي الحيتان طبقا للخطه اللي احنا حاطينها لتطوير الجزء تقريبا بتاع وادي الحيتان او جزء بتاع وادي الحيتان، ان هو هيمتد حوالي 5 كيلو بعد الوادي كمان عشان يضم الجزء بتاع منطقه جارة جهنم. المنطقه دي من المناطق الجيولوجيه الهامه جدا اللي هم البعثات بتكتشف فيها حفريات دايما لما بتيجي المكان، فكان مخطط حسب الخطة الإدارة عندنا ان هي هتنضم لجزء بتاع وادي الحيتان، وادي الحيتان يحصل له امتداد عشان يضم الجزء بتاع أرض جهنم. لما ربنا جاد علينا بخليج اسمه الخليج بتاع وادي الحيتان اللي احنا نعرفه دلوقتي حاليا، هل البحر في هذا الزمن من 45 مليون سنة ما كانش فيه خليج تاني غير هذا الخليج؟ بمعنى اخر، ان انا لما امشي مع الشاطئ بتاع البحر، هل من الممكن
ان انا يقابلني خليج تاني يشبه الخليج بتاع وادي الحيتان؟ يمكن يمكن لا، لكن احنا علينا ان احنا ندور على الاحتمالات الاخرى. توقعي انا الشخصي ان لابد وان يكون هناك خلجان اخرى تشبه هذا الخليج بتاع وادي الحيتان، موجودة في مكان ما لم يكتشف بعد.